لا غير سوء التدبير ديال الحزب وعدم احترام الديمقراطيه الداخليه وعدم احترام القانون الداخلي للحزب والانظمه الاساسيه ديال الحزب، فقط هذا هو الخلاف اللي عندنا معاه. والعبث بالحزب، شنو هو؟ عرفتي شنو هو؟ ثقيل سبعه ديال تسعود ديال الجهويين، معناه انه فككتي الحزب من الداخل، وهذا نحن رفضناه. لا احنا الا كانت شي وساطه يمكن نناقشوها، المحكمه هذا حقنا القانون كيعطينا القانون نمشيو ليه. صافي؟ ياسر العمري كدير التدخلات من الوراء، انا قلت ياسر العمري بغى يدخل الصراع يعلنها امام الملا ويعلن عندنا موقفنا، غادي نحترمه وغنتصارع مع امام الملا، ولكن من الوراء يهز التليفون ويبقى يتصل بالناس هذه غير مقبوله. اجراءات متخذه انت درتي مع السجواب بوحدك؟ خطوات عمليه. لا احنا قدمنا طلب السيد رئيس المجلس الوطني، عقد دوره سيدنا ايوه غنشوف اش غادي تجاوبنا رئيس المجلس الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.